رأس سيادة المطران خريستوفوروس عطلة مطران الروم الأرثوذكس في عمان قداساً إلهياً بحضور عدد من الآباء الكهنة وأبناء الرعية الأرثوذكسية من مختلف أنحاء المملكة. المزيد في هذا التقرير. ترأس سيادة المطران خريستوفوروس عطلة مطران الروم الأرثوذكس القداس الإلهي بمناسبة أحد العنصرة في كاتدرائية البشارة للروم الأرثوذكس في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، بمعاونة قدس الأرشمندريت قسطنطين كرمش وقدس الأرشمندريت فينيديكتوس كيال، بمشاركة جوقة الكنيسة وبحضور جموع من أبناء الرعية. Σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Κύριε Αναϊσό. وفي عظة القداس هنأ سيادة المطران خريستوفوروس جموع المؤمنين بعيد العنصرة الذي فيه تحقق وعد الرب يسوع المسيح لنا: لن أترككم يتامى، سأرسل لكم المعزي. وأضاف سيادته قائلا: الروح القدس يقود الكنيسة ويسكن فيها ويتمم أسرارها. وعقب العظة تطرق سيادته للحديث عن أمر هام كان مدار الحديث به طوال الأيام الماضية، ألا وهو قضية باب الخليل، داعيا الجميع للاتحاد مع قبطة البطريرك ثيوفيلوس والمجمع المقدس من أجل الحفاظ على هوية القدس الروحية والوطنية من خلال عمل كل منا بحسب دوره، لتبقى القدس حية في قلوب الجميع طالما نحن أحياء. وأكد سيادته ضرورة عدم فقدان الأمل والاستسلام، كما طلب الصلاة من أجل اللجنة القانونية التابعة للبطريركية الأرشليمية التي تعمل حالياً من أجل الطعن في الحكم. وهون بتكون رسالة الكنيسة أبنائي، انتبهوا لشيء أنا من واجبي كأسقف أحكي لكم إياه. كثيرين بشوف عصرنا هو زمن استهلاكي، لأنهم خلونا إن نكون مستهلكين، دايماً منا نستهلك ما منا ننتج إشي. هذا شيء كثير مهم، بلشوا من الإشي الصغير. هاي هي رسالة الكنيسة كمان إلكم في هذا اليوم، حتى نتحدى هذا التيار الاستهلاكي اللي سائد في عصرنا، اللي شو بده إيانا؟ بده إيانا نكون عبيد للسيستم، للنظام الموجود، حتى نقدر يمشونا زي ما بدهم، لأنه نحن وقتها منكون عبيد مقيدين، لأنه مش قادرين نتحرر من كل القيود اللي حطوها علينا. ولكن نحن خلينا كأبناء الكنيسة إنه تدريجياً نحاول ننتبه إنه نطلع من هذا المفهوم الاستهلاكي لنمط حياتنا وتفكيرنا. نعم، المدينة المقدسة بتمر في ظرف كتير صعب، وأنا سبق وحكيت لكم هذا الشيء عديد من المرات، وشفنا جلالة سيدنا الملك قديش حكى عن صعوبة الوضع والأيام الصعبة اللي منمر ورح نمر فيها. نعم، القدس بتمر في أزمة، وعمالنا منشوف إنه مخطط دولي بنحكى عنه كصفقة القرن، وما منعرف شو ملامح هاي الصفقة، ولكن مش رح تكون للخير. فيها كتير تشويش، فيها اضطراب، وفيها تقسيم غير عادل، وفيها حلول غير عادلة لقضايا كتير من قضايانا الوطنية، لأنه بالنسبة إلنا القدس ومدينة القدس ما إلها فقط بعد وطني وسياسي ووجودي بالنسبة إلنا، لأنه هي مدينتنا المقدسة، ولكن بالنسبة إلنا فيها كنيسة القيامة والأماكن المقدسة، فيها في كل شارع من شوارعها مسيحنا وإلهنا مشي، في كل مكان من أماكن القدس تابد الألام المسيحنا وإلهنا فيها. فنحن علينا مسؤولية إنه نحافظ على هويتها الروحية والوطنية، ولكن على هاي الهوية الروحية وملامح المدينة ما تهود، ولكن تبقى مسيحية
إسلامية ويهودية وكل واحد يحافظ مكانه. نحن منقبل الكل، هاي حضارتنا الشرقية فيها كل واحد موجود، نحن مش ضد أي حد ولا منا ننفي أي حد، ولكن نحن منا نحافظ على حقوقنا الموجودة غاد. فبالتالي اللي النهاية بدي أحكي لكم إياه إنه صاحب الغبطة والمجمع المقدس أخذنا كل الإجراءات اللي لازمة في المرحلة الماضية، وفي إجراءات رح تتخذ هلأ حتى بعد قرار محكمة الاستئناف. مش لازم نفقد الأمل ولا لازم نيأس ولا لازم نستسلم، ولكن رح يكون في باب انفتح، ربنا يمكن فتحه ما بنعرف، ولكن في باب جديد انفتح اللي عماله الفريق القانوني شغال في هاي اللحظات حتى يقدم الطعن وعودة فتح القضية من أول وجديد، حتى نقدر إنه نسترد ونسترجع حقوقنا اللي سلبت منا بقرار سياسي مش قانوني. وهون بدي أنوه محبتكم أبنائي، لأنه بيحكوا لي كثيرين على وسائل الاتصال، أنا مش موجود على وسائل التواصل الاجتماعي، ما عندي وقت ولا بفهم فيها، ولكن الحوالي بيحكوا لي في كثيرين بتهجموا على الكنيسة على البطريركية وكأنه الكنيسة والبطريركية هي إشي ثاني عنا. هون مهم أبنائي ما نحول الخلاف بهاي المرحلة لخلاف بين فئة وفئة، نحن لازم نكون كلنا متوحدين مع صاحب الغبطة والمجمع المقدس وكنيستنا حتى نقدر إنه نحافظ على حقوقنا وعلى وجودنا. وبعد انتهاء القداس الإلهي قام سيادته بترأس خدمة غروب أحد العنصر المقدس التي تم فيها قراءة أفاشين حلول الروح القدس، ثم التأم الجميع في باحة الكنيسة ليتبادلوا السلام بهذه المناسبة المباركة. أيها السيد اصفح عن زلاتنا واقبل منا ابتهالاتنا بإحناء الركب الجاثية، وامدد يد معونا لنا جميعاً.